السلام عليكم، معكم خديجة قير فاعلة جمعوية. هاد العادة هذه اللي شفتوا معنا قبل كنديروها من أجل الضيافة، باش أننا نضيفوا الناس اللي جايين عندنا. هي عبارة عن أهازيج، يعني ما عادات ما عندهاش شي اسم، ما تعطالهاش شي اسم صراحة. فقط كنديروها من أجل الضيافة باش نضيفوا الناس اللي جايين عندنا. كيكون فيها مجموعة من الحويجات كيتقدموا، بحال الحلوى، بحال الحبق، بحال الورد. فقط تعبير بأن الناس راهم ديال المنطقة فرحانين بالناس اللي جاوا عندهم، سواء كانت فرقة أو كانوا الناس اللي جايين يتفرجوا في هذه الفرقة اللي كتقدم لنا أحواج. صافي، كنظن هادشي اللي كاين. يعني شنو كيعنوا؟ إلا ممكن تقول لهم لينا باش نحاولوا وتعاودوا لنا الترجمة ديالهم بالعربية. هما كلمات ترحيبية، كلمات ترحيبية. مثلا في الأول كنا قلنا أيت ما ونيغان ما غسد أمك نريخ، زعما الإخوان ديالي، الأخوات ديالي، ولا شي حاجة بحال هكا. اليوم راني محتاجكم تكونوا معايا، تكونوا حاضرين معايا، بما أنه عندنا هذا العرس الثقافي، ولا بما أنه تكون عندنا شي عرس ولا شي حفل، كنكونوا محتاجين الناس اللي يوقفوا معانا ويكونوا في جنبنا. دونك أنا بحالي كناديوهم. والكلمات الأخرى اللي تقالوا ما عقلتش بالضبط صراحة شنو هما، كانوا ترحيبية، تنرحبوا بالناس، الضياف ديالنا، تنقولوا لهم حسبوا هذا المكان هذا اللي جيتوا ليه بحال داركم، يعني بحال راكم زعما في المنطقة ديالكم ولا في البلاد ديالكم، ما تحسبوش راسكم برانيين علينا. شكون كيشارك فيها؟ تيشاركوا فيها العيالات، البنات، زعما ما كاينش، ولكن غير العيالات ماشي الرجال. ما تيكونش زعما شي عمر محدد أو لا شي صفة محددة، تقدر تشارك البنت الصغيرة، البنت الكبيرة، المرأة، زعما ما كاينش مشكل. كما شفتي العيالات كيغطي وجههم والبنات كيبقى وجههم مكشوف. هادو كما قلت لك شي حويجات البساط اللي كانوا الناس شحال هادي تيعبروا بها على الترحيب، لان هادشي كان وارد، كانت كيتوارث من الام، يعني من الجده للام للابنه، فهمتي؟ بحال هاد الحبق، بحال هادشي هذا كامل، يعني كنتوارثوه. كما الناس شحال هادي كانوا تيعبروا بالترحيب بديك الطريقه، حاليا حنا خديناها ما بغيناش نشونجيو، يعني كان بامكاننا اننا نعبروا بطريقه اخرى، ولكن بغينا نحافظوا على التراث ديالنا ونحافظوا على الثقافه ديالنا. اللبس يعني ضروري، شنو هو اللبس؟ احنا عندنا الملحفه، عندنا ليزار، كاينه ملحفه زرقاء، كاينه ملحفه كحلة، كاين ليزار ابيض، كاين ليزار بحال هكا اللي تيكون مشبك. المهم على حسب لا بيرسون زعما فاش كيرتاح وصافي، ما كتكون زعما محدده ان المراه تلبس شي حاجه والبنت تلبس شي حاجه، لا بالعكس كلشي كيلبس نفس اللبسه. حتى هو كما قلت لك ورثناه على الاجداد ديالنا، لقينا الاجداد ديالنا تيلبسوا هذا الشيء وتيعطيوهم واحد الاناقه وتزيدوهم واحد الجمال، وحتى حنايا زعما كنستعملوه. هذا الشيء اللي كاين. الشباب كنقول لهم تعرفوا، كنتعرفوا على الثقافه ديالكم بعمق، غتلقاو بزاف ديال الحويجات اللي الاجداد ديالنا عاشوهم زوينين، اللي حنا كمكوا محرومين منهم، نقدر نقول لك حنا محرومين منهم. ايوا هادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم وشكرا.